عندك انتفاخ تحت العين، الحل كتير بسيط، بممارسة يومية فنجان القهوة كفيل انه يسحب الانتفاخ تحت العين. بتحبي نشرح كيف؟ Let's go! يسعد اوقاتكم احلى عيلة اناقة انثى. اليوم جبت لكم دراسة رائعة جدا جدا. كنت عم ببحث عن حل وعلاج الانتفاخ تحت العين بالتغذية العلاجية، مرقت معي قصص كتير حلوة، فأنا بنقلكم ياها مشان تكون بإذن الله علاج للحالات المرضية اللي بتصيبنا كلنا. الانتفاخ تحت العين قد يكون من أحد أسبابه هو اختزان المي. منقدر نحنا نتخلص من اختزان المي بشرب كوب من القهوة. تخيلوا، كوب من القهوة قادر انه يسحب الرطوبة اللي موجودة تحت العين، يعني بخف الانتفاخ. طيب شو الفكرة من الموضوع؟ الفكرة انه كافة الكريمات التي تدخل بترطيب تحت العين وإزالة السواد والانتفاخ يدخل في تركيبها الكافيين. طيب اوكي، شو قصة فكرة؟ أكيد في فكرة. الكافيين من وظيفته صحيح بينبه الجسم، لكن قادر على سحب الماء من أجسامنا. كل كوب من الماء بيسحب قده مرتين، يعني شربنا كوب كبير بيسحب قد هذا الكوب كوبين من جسمنا. لهيك بالطريقة المضادة، إذا أنا ما عندي انتفاخ تحت العين وما عندي مشاكل باختزان الماء، كون حذر لما بشرب قهوة اشرب مقابلة كوبين بالمقابل، كوبين حتى ما يصير عندي جفاف بالجسم ونقص بالشوارب. أصدقائي الغوالي، قلنا حلينا المشكلة، بس هو شرب الكافيين بكمية كبيرة خفض اختزان الماء بالجسم، إذا بالمقابل لازم نشرب ونعوض الماء. أصدقائي الغوالي، كانت هاي فكرتنا اليوم، بتمنى لكم الصحة والخير. عم يتابعني أول مرة معكم لبين رح يحصل على الدكتوراه بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية وجمال السيدة بعد 40. كومنت حلو ولايك وشير، واللي منضم لعائلتنا أهلا وسهلا فيكم، حتى تكبر عائلتنا وتوصل كل المعلومات الغذائية ونستفيد من قوة الغذاء. غذائك دوائك.